بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواني مربين حسون. اليوم راح نوريكم الطريقة تاع صنع لاباط للفراخ. عندنا لوز اول حاجة ترحيوه، عندنا بيض ترشمو وعسل. راح نبدأ على بركة الله. نحيو صفار البيض والاول، نحيوه اذا خلاص صفر البيض وحده، نحيوه كيما راك تشوف. قطعوه خلاص ايضا. ترحيه خلاص. بعد نزيدو له زوج معالق هكذا، واحدة زوج نص نص، يعني يديرها واحدة أكل. بعد نزيدو لها شوية عسل، العسل مش لازم يكون عسل طبيعي، عسل عادي. أنا هذه شاريها 30 ألف ولا 14 ألف 15. دير هاك تشوف شوف خلط هكذا. هكذا تكملنا، تحصلنا على الخلطه تاعنا. واش نديروا؟ نهزوها نعاودو نقلبوها البيضة هكذا كيما راك تشوف هكذا. هكذا تحصلنا على اكل الفراخ الحسون من اليوم الاول حتى 15 يوم العشية عندها تبدا تكسر شويه في الماء. شكرا على المتابعه.